لا 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 انت بتعرفني؟ لا مش متذكرك. انا اسمي هلال، شهر رمضان المبارك. واو اسمك حلو. انا بكون هيك شكلي هيك بس بشهر رمضان. واو سمعة. نعم انت كنت صايم اليوم ولا مفطر؟ كنت صايم اكيد. فرجيني لسانك. صح يا كنت صايم انت. بس مش صيام عادي، ايش اسم صيامك انت؟ صيام العصافير. صيام شو؟ صيام العصافير. ليش اسمك صيام العصافير؟ انا ما اسمي صيام العصافير، اسمي سوبر سمعة. انت عصفور؟ لا انا سوبر سمعة، انا هون العصفور بطير اسرع منه. طيب وليش انت بتصوم صيام العصافير؟ ايش يعني صيام العصافير؟ صوم العصافير يعني بصوم شوي ولما اجوع باكل، عشان عمري صومري 6، لما يصير عمري 7 بصير اكل صيام، بصير صيام كامل. ممتاز بطل، يعني السنة الجاية رح تصوم ان شاء الله. ماشي. طب قول لي انت بتصلي؟ بصلي، بروح على الجامع وبصلي التراويح وبصلي بالليل. ما شاء الله كل الاحترام يا سوبر سمعة، عن جد انك ولد شاطر. وايش بيجي بعد لما يخلص شهر رمضان المبارك؟ شو بيجي؟ عيد الفطر. صحيح عيد الفطر. ليش بيسموه عيد الفطر؟ عشان يفطروا. عشان يفطروا عشان نخلص شهر رمضان. طيب يا سوبر سمعة، انا بتمنى لك شهر رمضان مبارك وتضلك ولد شاطر وتساعد الماما والبابا وتعمل حلقات كتير حلوة على اليوتيوب، واصدقائك يعملوا لك سبسكرايب على الزر الاحمر تحت. اعملوا لي سبسكرايب على الزر الاحمر تحت زي ما هو قال. باي. الى اللقاء يا اطفال، انا لطيف. سمعوني يلا تشجيع، انا نجيت.